نأتي بقى بمثل كل هذه الأمور محتاجينها للأمن الغذائي، وموضوع الأمن الغذائي أصبح الآن على الأجندة كل المنظمات الدولية وكل الجهات، بل بالعكس بقى رقم واحد كأساس لأمان الأمن القومي. وبرضو بمنتهى الفخر وبمنتهى السعادة إن أنا لازم أقر هنا إن حضرتك وجهت قبل أزمة كورونا وقبل الحرب الروسية الأوكرانية بضرورة زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من 3 أشهر إلى استهداف 6 أشهر، فالحمد لله كنا خدنا هذا. ونقدر نقول النهاردة وإحنا بنتكلم، لا أنا بعتذر، دي 4.9 أو 5 شهور. إحنا النهاردة بالموجود معانا في الموجود احتياطي القمح 5 شهور، وهذا القمح مهم جدا لان احنا بننتج بيه ل 71 مليون مستفيد من العيش البلد. النقطة اللي واقفين هنا عندها ان هذا الموضوع الامن الغذائي يعتمد على اهمية توفير السلع، ان لم يكن لدينا السلع زي ما احنا بنشوف في الازمات اللي حوالينا الدنيا لا يمكن ان تنتظر، فاهم حاجة توفير السلعة بحيث انها تكون موجودة ثم اتاحتها للمواطن، ومن هنا شبكات التوزيع وأهمية المناطق اللوجستية والأسواق الجملة والنصف جملة وكذلك المخازن الاستراتيجية وسلاسل المنافذ التوزيع. كل هذا حضرتك اعتمدته لنا في خطة تطوير التجارة الداخلية، بس بتكلم على بدون وجود السلع على أرض مصر تبقى في أزمة وندرة ومن ثم تكون مشكلة. فالحمد لله القمح عندنا 5 شهور حتى هذا التاريخ. بالنسبة للسكر نقلنا نقلة موضوعية جدا في السكر بحيث ان احنا وصلنا لاكتفاء حوالي 91% خلال 21-22، وكنا 75% في 2017 يعني بالقريب القريب جدا في وصلنا 91. خفضنا الاستيراد في 2017، وزارة التموين استوردت 1 مليون طن، العام الماضي احنا استوردنا فقط 200,000 طن خام بسبب عندنا فجوة، والقطاع الخاص عشان أمين جدا استورد 200,000 زيهم، يعني الفجوة كلها بقت حوالي 400,000 طن وإن شاء الله نستكملها. عندنا احتياطي يصل ل7 شهور في السكر، بمعنى أصح الحمد لله وأنا بقول قدام حضرتك لن يوجد أزمة سكر في هذا المقام، ولكن لابد أن نحافظ على منع تصدير السكر لسبب السكر النهاردة في السوق العالمي بسعر غالي جدا جدا، فالحمد لله نحافظ على المخزون اللي موجود عندنا ما يطلعش بره. بالنسبة للرز عندنا 3.1، ومن أهم الأمور إن احنا صناعة المكرونة بقت متقدمة جدا جدا في مصر، ومن ثم بقينا نحط سلعة المكرونة كأحد البدائل للرز على بطاقة التموين، وبالتعاون مع سايلو فود وكل المنتجين اللي موجودين في المكرونة بقينا تقريبا 50%، يعني انا حاسب على انه كله رز يبقى 3 أشهر، انما لو هنتكلم في اختيارات 50% و50% في الاستهلاك على بطاقة التموين هذا الرقم يطلع ل5 شهور او اكتر كرز تمويني نتيجة احنا خرجنا من الرز الحر. بالنسبة للزيوت، ودي من أهم الأمور اللي عانت جدا نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية وكذلك الأزمات اللي تمت كذا، وارتفع أسعار الزيوت بدرجة غير مسبوقة، مش ضربت في أكثر من 2 في لحظة من اللحظات. فالحمد لله عندنا 4 أشهر احتياط استراتيجي، بالإضافة بالتعاون والتوجيهات حضرتك مع وزارة الزراعة هنا هذا العام في 150,000 فدان زراعات تعاقدية، وأتمنى التجارب اللي بتتم هنا في زيت في الصويا أو في مستقبل مصر في بذور فول الصويا أعتقد هتدي نتائج جيدة جدا، بالإضافة للعباد في حوالي 100,000 فدان. وكذلك تم الموافقة على تطوير كافة المصانع، وجاري النهاردة اتعمل كل الدراسات الفنية لتطوير مصانع الزيوت التابعة لنا. بالنسبة للحوم، مع أن وجود الحرب السودانية وما عمل قلق في خط الإمداد بتاع اللحوم
الحيه من السودان، انما بطمن الجميع ان بتوقيع الهدنه اللي موجوده ابتدى يتم انتظام، وابتدت تبقى في تم تجميع حوالي 3000 ل 4000 راس موجودين تقريبا على الحدود عندنا، وابتدت هترجع تاني. ومع ذلك تم الاتفاق على توفير اللحوم الحيه من جيبوتي، وان شاء الله هذا الاسبوع واستأذنت دولة رئيس الوزراء ان احنا نفتح الاعتماد بحوالي 10 مليون دولار لتأمين وصول اللحوم الحقول الحية من جيبوتي استعدادا لعيد الأضحى المبارك ان شاء الله، حتى يمكن عرض اكبر كمية من اللحوم في الأسواق. بالنسبة للدواجن لدينا اكتفاء ذاتي في الدواجن الحية، وكذلك لما حصل برضو بعض يعني الظروف الغير طبيعية التي أدت إلى خروج بعض المربيين من السوق نتيجة غلو الأعلاف، نتيجة أمور خارجة عن إرادتهم، تم الموافقة على استيراد 25,000 طن فراخ مجمدة، والحمد لله أدت إلى تهدئة السوق، ولدينا احتياطي يغطي احتياجاتنا لمدة 8 أشهر من الدواجن المجمدة. كل هذا الموضوع يؤدي إلى رسالة اطمئنان مع كل التحديات التي تحدث حولنا وفي العالم ونتأثر بها، فالحمد لله استطعنا أن نوفر كافة السلع الأساسية في كل هذه الظروف، ونحن الآن عندنا 4.9 شهر قمح، عندنا 3.1 وأزيد رز، عندنا 7 للسكر، عندنا بالنسبة للزيت 4، بالنسبة للحوم الحية 3.5، وسوف يتم دعم هذا القطيع في القريب العاجل خلال أسبوعين 3 نبتدي نشتغل مع جيبوتي، وكذلك بالنسبة للدواجن 8. إن كل ذلك هو أساس حقيقي لتفهوم الأمن الغذائي وتحقيقه، والحمد لله تم ذلك.